يسأل الإنسان الكريم يقول: ماذا تقول إذا أردت أن تبني لك نخلة في الجنة، وهل أجر الصدقة في مكة يدخل فيه نفس أجر الصنعة؟ بالنسبة ل إحنا ذكرنا ذلك وقلنا من أجل الأذكار سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، معا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حديث عبد الرحمن حديث أبي هريرة عند آخر حديث عند الإمام البخاري في صحيحه. وبالنسبة لسبحان الله بحمده وحدها يبنى لك نخلة فين؟ النخلة في الجنة.